اليوم كتواكبوا معنا كما هي، كيف عودتونا دائما المواكبه ديالكم جميع الاستحقاقات المتعلقه بتنزيل مشاريع الاوراش ديال الاصلاح، خصوصا فيما يتعلق بخريطه الطريق 22-26. كنوجه لكم التحيه والشكر والتقدير. اليوم واكبتوا معنا واحده من اهم المحطات والاستحقاقات المتعلقه بالانطلاقه ديال الامتحان الوطني، من بعد ما شفنا الاسبوع الماضي على امتداد 11 ايام التمرير ديال الامتحانات الجهويه بقطبها العلمي والادبي. اليوم الامتحانات الوطنيه كنشوفوا الاجواء كيف كتدوز، وكنعرفوا التعبئه والتهيئ التحضير لهذه العمليات هو يمتد لعده اسابيع بل عده اشهر، بتنسيق سام لا مع المنتسبين داخل المنظومه ولا مع الشركاء ديالنا من اعلام، من سلطات امنيه، من امن وطني، الدرك، السلطات الولائيه والعملاتيه، القوات المساعده، الوقايه المدنيه الى غير ذلك. فاليوم الاحصائيات، الحجم ديال الاحصائيات ديال المترشحين لهذه العمليه هذه كيبين لكم الحجم ديال المجهودات الجباره اللي كدار والحجم ديال 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 الانتظارات. فالمجموع ديال المترشحين على مستوى مديريه اكادير داو تنان فقط يناهز تقريبا واحد 23,000 مترشح ومترشحه، من ضمنهم قريب 8,000 وشي حاجه تقريبا في الامتحان الجهوي، الامتحان الجهوي بشقيه القطب العلمي، القطب الادبي بما فيه الاحرار. هاد 23,000 من ضمنها 1950 تقريبا ديال المترشحين الاحرار، ومن ضمنها قريب واحد 9,000 مترشح ومترشحه ديال الامتحانات الجهويه. ايضا كتم التعبئه ديال ما يناهز واحد 1200 تقريبا مورد بشري لهذه العمليه، المراقبين على امتداد هاد الاستحقاقات كلها للجهوية ولا الوطنية، وفرق ديال التتبع ديال 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 الجودة في داخل هاد المراكز واحد 8 ديال اللجان على مستوى المديرية الإقليمية، وشي تقريبا ما يناهز نفس الرقم تقريبا على مستوى الأكاديمية الجهوية. وهناك احتمال كبير تزورنا أيضا مراقبين ديال الجودة على المستوى الوطني. فالحجم ديال العملية كله كنشوفوا التعبئه والحرص الشديد، علاش؟ لانه الجواب الوحيد اللي كيبقى هو الضمان ديال الشفافيه وتكافؤ الفرص بين وليدات المغاربه جميع. فالملاحظه الاولى والانطباع الاول كيف وافقنا قبل قليل وكيف وافقنا حتى في النهايه ديال جميع المواد اللي تمروا في الامتحان الجهوي، فكان طباع جيد جدا ديال جميع المترشحين. يمكن نقول لك انا المراكز اللي مرت بها نوضع السؤال على التلميذات والتلاميذ ديالنا المترشحات والمترشحين، فيمكن نقول لك لا اكاد بانه يمكن نجزم بانه جميع الانطباعات كانت في المستوى، بانه الامتحانات والاسئله كانت في المتناول، وهذا اكيد غيكون عنده انعكاس على مستوى النتائج. نتمنوا نصف الانطباعات نخرجوا بها ان شاء الله من هذه الايام ديال الامتحان الوطني. الامتحان الوطني بدا اليوم القطب العلمي في 3 ايام، من بعد مباشره ان شاء الله غادي ندوزوا للقطب الادبي ان شاء الله. كلمة شكر أخيرة في حق جميع وسائل الإعلام الواكبة وجميع السلطات والأجهزة الأمنية والولائية إلى غير ذلك.